بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل، ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، كالعلم نعم المقتنى والمقتفى. لم چند بیت دا چند دانشتی تایبت، اما زور جای اختلاف زور بربلاو. علی ما وقتیک لدوان نعمه وارد دبی، ما دبیت تمیز تمیز دبیت بو تفسیری او زمیله دکاتو کل نعمه دا مستطیله باشه. وقیل فاعل، اما برای دلان فاعله قیل کل دا منظوری برای پیسی بویها او کدله تمیز رئیس زمخشری و کومالک پیش زمخشرین. ابن مالک لیره دا قصه سیباوهی پی ضعیف و قصه غیر سیباوهی پی قویه برای دلان فعیل جا ام بحثه ام ما لدوان نعمو بیسا و که قرار دگری خلاصه کلام لباری اعرابی و اوانه و حالتی که هیا كره برا قصلا درايش داني زوجتي شي عذابه يعني شتي واصير من ديول نحو دات هاي سك اما ندزيق اختلاف بيت او ك كلا اختلاف فكاش البوبا عندك ام جا ام جا لا نحو ودا يعني لهرش وين ايدا كل دواني نعمه ما بي وكل نعمه ما يقول الفاضل بلاي اغيز مخشريه و الله نعمه فاعلك هو تدا مستتلا ما تفسير يكاتو ام جا اما هيك تفسير يكاتو تميزه ایتر امده چمایه که بو خود امده یک دنیا قصو هرائی لسر امده اگه فاعلش به دوباره یک دنیا قصو هرائی لسر حالی بی جوال لشرحه که ده توضیحی دین اما مطلبی مطلبی بعدی دلی اما لفاعل امده تاو دبین تا ایره او ای که بحثمان کدو فاعلی نعمو بیسا بوا فاعلی نعمو بیسا اگه تاو دبین دلی ویسکر المخصوص بعدو لدوا ذكر فاعلك كديت شي ديت مخصوصه كده ذا استي مخصوصه كبمدح بها بزنبه مخصوص بمدح وكم مقصود بنداء يعني شي بس انت والله يا ايها الناس بباري لفظ علي ايو مبتدا يا ايو منادا يا بل انا لا اصل ده لمعنى ده مقصود بنداك او ما بس معنى لم نداد الناس كيا لرجعت والله نعم الرجل زيد بباري لفظي بله تو مدحی الرجل لکی بله نه مدحک لواقع دا متوجی چی متوجی آغای زید آفرین جا ام جا بقرینه اوی که دل بعدو دا بله چو بی لدوا بید ایتر اوا امیش باسم جگه اختلافه جا نازانم دا خوفه یه مهم اختلافه نده که وین بحثی لیه بکلی آلی نکلی اوش انشاءالله برحال دا وقتی خویده بحثی لیه کن اما لایک جا وقت ام مخصوصا لعرابات چلی بید مبتدا دبيت يانا يا خبر دبيت بو اسمك واتا خبري محذوف دبيت بو اسمك كاسمك ليسو ابدا قد نابي ظاهر بيت يعني شلو شناني كا لبيرد بيت لاخري مبتدا دا كا سيوتي فرموي جناب ابن مالك بحثي لحصفي مبتدا نك البواجبي يشان او شوين ابو كوتي وقتك مخصوصك واقع ده به اگر مبتدا به خبر که محذوفه بلان اگر خبر به بواجبی مبتدا که چیه محذوفه و تصریحی پیه نکرد حبر رأی چکشه یا قولی چکشه و بحثی لیکن لیش پاشان دلا و این یقدم مشعر بهی کفا اگر دلا پیش کود چی پیش کود یعنی پیش کود مخصوصه که أبقى أوى يعني بم يعني بيش كود كوا إشعاري بم بمخصوص كذا كده يعني اشتيك بيش كود وق مخصوص بمتحك وابو وقو العلم نعم المقتنى والمقتفى أصلك أوى نعم المقتنى العلم أولي ده بيش كود وجاوش بس اختلاف كلا سلا بله خلاص اختلاف كان كوب كينواني لا درسي بيش ده وجمع تمييز وفاعل زهر تواب نبو على وجمع بين تمييز وفاعل زهر كنعم الرجل رجلا مثلا فيه خلاف عنهم قد اشتهر
جمع لبيني تميز فاعلي ظاهر ده وكو نعم الرجل رجلا بس بمثال أو فيه لو جمع ده خلاف لعلماء نوا واقعا مشهورة فذهب السيبويه والصرافي إلى المنع لاستغناء الفاعل بظهوره عن التمييز المبين له على سيبويه تشريفي ميل بلو أمر إيبوا والصرافي شربو جوريك رأيا بلو أمر إيبوا ميل بلو أمر إيبوا كوشت منع بو لاستغناء الفاعل بظهور عن التمييز المبين له لبل أو فاعل بنيازة بمحز ظاهر بونكي كبصورة اسم ظاهر ده بنيازة بلتمييزك المبين له كتمييز كأو تمييز تبين فاعلك لك وقت فاعلك ظاهرة التنياز إغنية سيبوهي تفرمي لا إبهام مع ظهور الفاعل لهر جملة كفاعل اسم ظاهر به يجب إبهامك تدا نية لواقع ده حالب اللي مطلبك باشان والمبرد إلى الجواز واختاره المصنف آغاي مبرد ميلي برو أوبوا كأمشت درست جمع بيني تميز فاعل ظاهر بس بلاي مبردون يعمل رجل رجلا درست واختاره المصنف ومصنف بصندي كردوا قال مصنف دلتي لأن التمييز قد يجاء به توكيدا كما سبق لباس تميز أخوين من جاري وتميز نقشي تأتيدي هي وك حالبو تأتيدي أمجبو تأتيدي وكو لو بيش قزارة حال يرزم دبي أرزي برادري خومكم ومنه قوله وهل لو بشا تأتيدي كهاتوا كشاعر جريرة هجوي أخطل نصراني أكا زور هجوي كي بيتام وبيمعنى ونانتبان أكا ألا والتغلبيون مئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق عليكم السلام ورحمة الله وأمهم زلاء منطيق تما شاكا تغلب هو زيك العرب كوا أخطل كنصرانية شاعرك عربا لو هو زي ألا التغلبية كان بيا وكان ينمرد كان ينخراب ميرديك هیچ بیای وگری. آوا اتر دچیشیت مسائلی ناموسی و زور به تربیت. و تله و آمهم دایکه کنیشان چیه؟ آوا پیا و کنیش نکنن دایکه کنیشان زللا و منطیقو. عفو زللا و چی منطیقو. بالا وای. از برادری خوام کم زللا وصف بو آفرتیک من به من دالی. و بیرم دیاب برای پیاو عوالشونان من دالوین حال وستمان دکر بحثیان دکر آوشتا لذهنم دام آوا هندی آفرد هن لاغر اندام معذرتن لقدیماش تیه کی جوری کن لبر دکر بوی لیدواوان معذرتن بلاغری در نکه ود لواقع ده حال ارزم دبی تدلیج نکانیان لاغر اندام تقرقن گوشتیان ببدنونیا امجاد سدكن خلاص الكلام منطقو اتشن شد خنا ناولي بحثة كان يانواني بوي دواوان برجسبي وقوري بالاقل جا امجاد منطق بكسري ميما دبيت جمع ناطق لأصلا ناطق وانا بليغة بلان ليردا نا ببليغ نا قتلي بجنك دا قتليك او بوشاكي لبرياتي لجيريوا بلای دواوی معذرتم هیا شتیگ لبرکا که برجسته و گوره در کهوید لیم حالا بیباو که جا امجا بلان ام منطقه دا لناطق بمعنى سخنور ور نجیراو ظاهرا لنطاق ور جیراو نطاق چیا کمربن او پشتینه که عرب افرت عرب بویانا قد لسر قد لیان بسوا شبه بپشتینه کردواری لوا ور جیراو لیم حالا بیباو که لباري معنى بيوه جاء السلير دا بئس الفحل فحلهم فحلهم او مخصوص بمتحك بضمك الفحل فاعلك يتي اي فحلا تميزي تأشيدية تيجي اشتي او
وقوله يا شاعر كدلي ولا ندر أم شاعر أم شاعر أبو طالبة أبو طالبة بلا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا أم شاعر كدك نتوى أن الشارع إشاء لقال شاعر كبيشو فرقية ويبيشو تميزي كتير أبو كتميز كابلين هم فعل كمان كبيسة فاعلك اسم زاهرة تميز شهات ولا أما هو بابة النية هار تميز تيشي دي بعام غير بابي متحزم مثلا دل بيقين هي بوك ديني محمد عليه الصلاة والسلام لباشترين دين كاني سرزمينة دينا أو تميز تيشي دي يعني هم تميز بشكل عام تأكيدي هاتوا وهم لبابي ما تحزم مجدا تأكيدي تيا هر هاتوا لم حالوي بوكا إيسل يردا قصي تشكا كما وكبيلين ظاهرا قصاك قصي أبو حيانة برحمة إخوابي ابن هشام سري ناس عزقاري زور لقال أبو حيانة لمغني دا اشتكاش دالا في موابي بلان إتر نال أبو حيانة عمرك يدريج بيا أخوة أيش أوي دالا كاكا يعني نقصي سيبوي هو نقصي مبرد مبرد على جائزة سيبوي دل جائزني بلان أبو حيان برحمة إخوابي دل أو برداشتم هي من لم دقصة أجر أو تميزة كالحالك فاعل كما الاسم زاهرة هناني تميزك لسر أما بنايبو كمعنايك بكلامك كمان إضافة ببيت أو تميز دينين إنا أجر اسم زاهرك معنايك بيويز بديدا نو لا تميز داهني قصي جوانيش الواقع ده لم حالو يبوك زور ساكا مثلا بونمونا بونمونا مثال بوجه نتو مثلا دل أم مثالية على نعم المرء نعم المرء من رجل تهامي نعم المرء من رجل تهامي تهم أنا كي هو ذكر. تسمى من زائدة الرجل تميز كيتي. ديد لأصل شاء المرؤوش هاتوا كفاعل زاهرة. تميز هاتوا. بو مفيد معناه كاتشون كمرأة نسبة داتو بشباب جن بتهام. كهو ذكر العرب. يعني أو هو ذب واقعا بياوي كهان بياوي كباش ومعقول نجيبة. أحال بيبوكا. فس هناني أم تميز ليلة داو كودبيني مفيد معناه كيكيا. فاز آوى صحيحة بلا أجر مفيد معنا نبو إن والله جنية جاء ابن هشام جزاهلا أو قصي قبول بلا وكو عرزم كردي نال أبو حيان كتوتي هل شنك زور مخالفتي أبو حيان لك قلت على حالبي باشان مطلبي باختلافك فوق العدد من داري تلايا وألوثا لسر تميزي تأشيليش أمتي كبلا لا قطر دادا ابن هشامش هل أم قصد الله دلالة ميزي تأشيدي هي بلان لمغني دا بعام رتيا كاتوا على فقط حال وتأشيد دي يتشك لو صورتاني فرق حال وتميزي بيدا كان لو يدا لمغني دا على أوي حال وتأشيد دي أما تميز دي مطلبك ورقت باشان وما مميز عند الزمخشري وكثير من المتأخرين ما تميزه بو أو فاعل مستترين نعمة يا بيسا للاي شكاكي من للاي زمخشري وزوريق لزانان متأخرين باش أي أجر تميزا ما كتش مايكا أفرميه فهي نكرة موصوفة نكرة موصوفة نكرة موصوفة عرضي برادري خونك باس ما نكر بيشتر نكرة ناقصشي بيالو نكرة تامة أو بو كنيازي بصفتك لدواء خويني جملة بعدين بتصفت بوي أما نكري ناقص يا موصوفة أو يا جملة كلدواء ما وده صفت بوي وأمزا كذلا ما نكري لتفسير لتقدير كيدا لتوجيه كيدا بمعنى شيئنا أجا أو شيئنا جاري ويا أجا تام بين ما يكا نيازي بصفت نيا وأجرش نيازي في بكلنا نكري ناقصة باش فاز نكري موصوفة يا باش باب الجن بعمل أشتل بوبلم ذا أمزب بيا مسر كل اختلافك زور مشكلة عامة وقيل أي قال سيبوي هو ابن خروف ابن خروف سيبوي هي بيشتر فرميتي هي فاعل بحش
نو والله كا كما كد فرميت يا بلاي سيبو هو برحمت بي افرمي ما كت يا ما كفاعله ارزي بلاي خوما كم زايله مطلبك ابن سيونا زام علامتك اي فانا بخده بله بله جوانه ارزي برادري خوما كم اما بنو اكيش مستثناء لو كخوين مان فاعلي نعمة مثلا الدبت يا داري الي بيولي يا داري بي الدبت اما لركان هذا فاعل كمان واقع ان داري الا نا اذا فكر وابرو اسمك واتيا داري البيت يعني بنوع لو قاعده عامه بيشو كوتمانتيا مستثناء ويا بس بلاي سيبو هيدا فرمي فاعله فتكون معرفه ناقصه تاره وتامه اخرى زوق سهي سيدا جاري ومعرفين ناقصة دبت اي بنا بخدا وجاري ومعرفة تامة دبت معرفين ناقصة تيا معرفين ناقصة كاكي من اويا كموصولة بيت وكو بحسبان كرت جملي بعدي ببيت تأصيلكي وقتي زائل مخصوصة كي لمثالك ابن ماري ديلا محزوفة اما او وجاري ونولا معرفة تامة دبت جاري تيكا يعني تيلا يعني اسمي دبت معرفة تامة يعني نيازي بسيلنيا نيازي بفعل نيا لدوا خويا و حال يزم دبي زرت شاكا البتة لسمع لي في تامة وانا بلا مطلبك هبلين لي ردا ارتا مغريما لبد دستايا بوم عدي في تامة امن زور قرام أرزي برادري خوما كم بلان ناچارن دبي بود وخوينم چون كم اشتيكي ناخوشا لمغني دا پاشان خود تماشابكا لأول حرف ميم دا لبحث مايا الله ما دو جوارا اسمية دي حرفية دا جا امجا معرفة الله اسمية كا معرفة هي نكيري هي معرفة كتيا دو نوع ناقصي هي كمنصولية والأخوار الشواء تامي هي أبيش دون عدالة تامكي يتشان بيلان عامة ومشهورة أبيش أويك بأشيء تفسير بكريتان نك شيء حالي بوكا على أمايك كبيش أو ما نكو بيتا واسمك كعامل بيتيدا حالي أرزم دبي جا دواتر مطلبك الزور دروات أخواره دل خاصة شي هي أويا كلا بيشي وشتك حاتبت كأو ببت عامل تيدا وكو مثلا تولي غسلته غسلا نعمة دققته دقا نعمة حال يزم نبي بس أو معرفة كما معرفة به ناقصة يعني موصولية تامة بو أويا كبحث مانكر نيازي بسيلة وبجملة وبمعنى نبجا تامة كش دالة دو بشا عامي هي وخاصي هي لمغني دا بحثك زوزو تولاني دبت أو جايسي باش تاك كو كاين بتي نسد اختلافك باش اندلي في نحو قولك نعمه ما يقول الفاضل بل زمخشري و كاكي من نعمه فعلك هو يا ما تمزكيتي فاز ما كتمزكيتي محلتي هي نصبي هي زرتك يقول الفاضل عز بلادري خونكم اوش جمله فعليه كالدواي هاتوا وقول تعالى ان تبدو الصدقات فنعم ما هي فنعم ما هي عرضي برادري خوم كم عملي ركان دا اجد تماشات كده بيه لمي اوليان دا لدواء وجملة فعلية هاتوا لما دا لدواء معك وتي هاتوا مفرد هاتوا كهية يعني هدو لاكي درستا يا باسم اشتروا به انفسهم لدواء معك باسم اشتروا به انفسهم هاتوا او جاء باتواوكين وما للمصنف في شرح الكافي الى ترجي القول الثاني بلان ابن مالك لا بلان شرحي كافية ده ميلي برو أوشوا كترجيح قولي ديوم ده كقصي سيبوي هي بلان ظاهرين للتسهيل له فرشمان ده بتاني ترجيح قصي زمخشرية ده جا أم جا لسر نعماش أمش تبلين نعمة بو آوان دخوين دري تواني نعمة من نعمة يا أخوة لأصل الله عينك بو مكسور ده بيت أمش بو أخوي بحثك اختلافك قراءات هي لبيني قراء السبع ده لمولدي أم آية مباركة ابن كثير وحفظ العاصمة وخندوانة تواني نعمة بكسري نونك وبكسري عينك
اما زورتي العلماء دلين عرضي جناب الدكم لبر او بوا برق دلين نعمانيا اهل لقل ماي لقل ميمي ماذا دغمنا بيت دي وقت دغم دبي دبي حركة كي كهيتي النعمة ايوانيا دبي حركة كي سلب كي حذف كي او تا عينكش ساكنة وميمكش ساكنة بيت الساكن ذا حركة حركتي بالكسلي بتتي نعمة اما لايك چونك ميمي نعمة مدغمة التي دا لميمي مادا وانيا فاز ساكنة عينكش ساكنة اتخاو ساكنة درزة بي الساكن ذا حركة حركة بكسلي اما براي العلماء وادلن بلان زور بي علماء دلن نا لعما عينك كمكسورة لبرا ومكسور نيا اما دلن لغتي هزيلة هزيلة عادة يعني هلا نعمة دا نعمة دخل النواني بدليل يبو وقت دلن نونك مكسورة بحركة اتباعي بيادة واتا عينكش تابعي شو دكن نونك دكن اي رحمتي خوالي اما مطلبك اما قراءتك قراءتي ابن عامر وحمزة وكساي امسي بريزا بفتحي نونكي وبكسري عينكي وكفي الأصلك أخينا نعمة نعمة دلنتي نعمة أما أو أبو عمرو بن علاء بسري بكسري نونكي دخوينتو أنا بلان حركي عينك إخفاءك إخفايتياك يعني بساكني نخوينتو أنا أو أن دلن نعمة أو نوع إخفاء لسياك لحركي سيادك عينك دك جونك عينك حرف حلقة وكسر شيء لسلب بلا يتوز السقيلة إخفاء لحركة يدك عينك عندك أمس لغتي تلا جاء أنجا كاكي من أوي كوان من قراو من لسر أما شوين أكوك وعرزم كدي من زور خلاصة واربو دخوين مو دواتر كاري يداش كدنيا وا دواتر خود جو بقنوان اللي درسكو لشتيك يداشتيك أو شتشككم كدوتواني لكتابكي أزهري دعب رحمتي خوابي كون كدو تعالي لابيش هو دلي ما سيبشا أما يا كلا دوا نعمة ودي دلي يتشين أويا عرزي زناب الدكام مفردة دبيت يعني حرب ما دبيو ما دبيو لدوا ما كشتي كنابت وكو مثلا دققته دقا نعمة اتدوا دوا ماي نعمة هشتي تشيكا نهاتوا أو جائزة توضيح دليل إنه هاد أما هي كذي غير اختلافها يعني دلة مفردة ده يعني اللي دوا معك وتعزه هيش تشيكه ناقوزه هذا وين ده بيت غسلته غسلا نعمة يتشتكي ناقة أما يكشن دلة أم جاء حشيتي اللي دوا مفردة وكو آياتك أنتم دو صلقاتي فنعمة دوا معك تشيتوا هي هاتوا كشياتي جملة فعلية دي وكو مثالكي جنابي ابن مالك دل نعم ما يقول الفاضل وايا زور باشا عرضي جناب دكم لما دا دو دان قول دبي اگر فاعل بيت علين اگر فاعل بي علين معرفي تامة او يعني كنيازي وكو ماي موصولني نيازي بشتاق بلا دو اخوي نيازي بشتاق نيام اگر نکیدش بیاد دلیل نکیری تامیه و تمیزه، اما برابری و نکیدش آتوا، نکیری تام داده بیت. او عفو لا دققته دقق نعماده، ما که دلیل فاعل و تعابو هر آن دلیل. او جا آنجا اگر لدواه مفرد بکنی عماهیه فنی عماهیه سه قولی تدایا. یکشان ما که معرفی تامیه و فاعله. حال ارزم نبی یک ارزی زنابی شاندالن نکیری تامه و تمیزه اما او یک شاندالن لگل فعلکه مرکب کرده وکو حبه لگل زای لاخره که دیخون ترکیب کرده و لیک جانب نوانه نیمش دیده لگل ما ترکیب کرده و هر بحاطی لیه تو محل العرابی نیل آخد او بلان اوی کلدو او جمله فعل دو کنی اما یعیزوکم به یا بی اسما اشترو به اما لقرآن دا اوی اولا لسوره نساء آی پنجاهش تاتوه لا صلي بقرش ذا آي نود بئس ما اشتروا به أنفسهم أوا أما ددان قولي تدا أما كلا دوا معك جملة فعلية دد وكم مثالك ابن مالك ذا نعم ما يقول الفاعل يقول الفاضل نعم ما يقول الفاضل أو كلا دوا معك وجملة فعلية دد حدودا أفرم دق درأي تدا يا بلان سرتشاوي درأيك لست بوسات شو الرأي
لناو شوار كيا اختلاف دروز ده بين سر سر شاشة بدرعي زور بعد جلب يلام يجي عند لام ما كان تميزه محل نسبي هي زور تاكا دوم عند لام محل رفعي هي وفاعله ابن مالك إشارة بهدو رأيك كله وشعر ده سوم عند لام نا أما سيرة ما كان مخصوصة نعم ما يقول الفاضل وما كان مخصوصة بمتح سير سيد شواري مش معنى ويدا لما كما يكافية ما يكافي زين انت يعني كأما ما يكافي بي ايتا تازا عمل بعمل طاو وكو ما يكافي لشويني كدا ايجاد اشكال لك بالنسبة عمل عامل لك ولا ايجاد اشكال لك اما او جاء امزاكاكي من دو امانا اوانا كدلن تميزن تميزا امانا جيك دنگنين كدلن ما تميزا لدواني عموا محل نسبية يك دنگنين ام اختلافانه رأي اولي اندلن نكري موصوفية واتا بلاي ام جماعة توام ارزي زناب الدكم كزمخ شريكيان بس نعمة فعيلك يوتيا مستطيلا ماكا تميزكيتي اي قول الفاضل شو ولا جملة وصفة بوتي بو ماك جملة وصفة بوتي ماكا بس نكري موصوفية بيالا اما او دومي اندلن نكري غير موصوفية أي أو فعلة يدل أو فعلة صفة ومخصوصة كمصوكة مثلا محذوفة سيمان دلت تميزة عزي زناب الدكم تميزة أما مخصوصة ما يشكي سيدة ما يشكي كحسفة لواقادة حد زور قصي عجيب وغريب بقرآن هل حد سر التقتقي لدي على تميزة مخصوصة كما يشكي أما أنيا أما أن تميزة محل نسبي هي بس ما يشكش معنى هي كما كي كتيا ما يموصولة فعلك كالدواوتي دي بيت صيلة غوي عرزي بالحدر يخوم كما مقصي فراء على واقع ده أما أواني كدلان فاعلة أما نش بينش رأيان هي اختلافيان هي هر أواني كدلان فاعلة وتعوبو أما متفق ان دلان محل رفيه أقل محل رفيه به يجان دلان معرفة تامة يعني نيازي بصيلة وبفعل وبمعنى نيا زور تاكا أما ظاهرا قصي سيبويها قصي ديوم يعني أوي دلان والله موصولي يعني معرفة ناقصة موصولي ما بعدكي دبت الجملة سيلبوي أما أو قصي سيوم دلان عرضي زناب الدكم هر موصولي بلا أو فعلي كالدواوتي دبت الصيلة وبم جملة السيلة بنياز دبلتي لا مخصوص نالي مخصوصة كي حزب ودلي هر سيلة صادي مصادي مخصوصة كي دبي أماش قصي كي أما كقصي فراء دوبارة شوارم دلن ما كما يمستريي ما يمستريي عرزي زناب الدكم إذا خلاصي كلام بخوي وبصيلة كيوا صادي مصادي مخصوصة كي وفاعلة كي دبي قصي سيد قصي كي كشمان أخير ما نوايا كنكيري موصوفة مخصوصة كي محذوفة أما أنا إيتر هيتش جان هيتش عن بونا بزيوة وبو تباعيسي وكالنا وكتب نحبيا كان دا يك دنيا تشاشا لمورداتيا دروس ببراس لسر أو مايا بلان كاري ابن مالي اللي رادا زور لنهاتي زاناتي دايا بو چونك أمهم قول زورا إنساني دوتاري تشتت دكا هاتو خبوت خلاصة غلبا بجا ما أقل دواني عموها دو قصي لسرعي يقصي كان محل نسبه وتميزة قصي كان محل رفعه وفعل أو كزوم لسر أو دوانب كي زور تايبتي ويتر أمزا بو معلوماتي خوشت برو قولك يعني كجور بزاني تشيتي أو شتيتي كي أو باشان ويذكر المخصوص بالمدح والذم بعد أي بعد نعمة وبيسة وفعلهما علي أرزي زناب الدكم ذكري مخصوصة كذكرية شو مخصوص بمدحكا شو مخصوص بزمكا لدوا نعمه بيستوى ولدوا فعل كشيانوا جالي ردا برق دلن بواجبي وايا بلان ابن مالك لتسهيل دا فرمي غالب وايا بغالبي وايا مخصوص بمدحكا لدوا فعل فعل كودت او وكو نعم الرجل زيد بئس الرجل ابو لهب باش انت مخصوصك حكم شيء هي مخصوصك حكم شيء هي مخصوصك دلين ما حكمتي
وهو إما مبتدأ خبره الجملة قبله يا مبتدأ خبركي أو جمليك لبيشيوتي أمر إسي بويها مثلا بئس الرجل أبو لهب بئس فعله الرجل فعلك أبو لهب مبتدأ زوجك بلاي سيبوي هوا على جملي فعليك كالبي شيوتي خبري مقدمة بس بلاي سيبوي هوا بئس الرجل أبو لهبين يك جملة أما أو بلان أفرمي أو خبر اسم محذوف ليس يبدو أن يظهر أبدا يانا مخصوصك دبيت خبر بو اسمك محذوف واتا خبر بو مبتدايك محذوف كوا هيتشكاتك أو خبر أو مبتدأ محذوفة ظاهر نابض كما ذكرت ذلك في آخر باب الابتداء كل آخر باب الابتداء آخر من كله ده بحث ما كله بس بلاي أم قولوا تولي نعم الرجل زيد بلاي سيبه يك جملة بلان بلاي أم رأيه ودو جملة وشنك نعم الرجل أما الجملة فعلية يا ما يك جملة زيد يك جملة وشنك خبرك محذوفة علي مثلا نعم الرجل زيد هو أما دو قولوا يا بلان قولك كما وتوانك احتمالا بدليل أوي بلان قولك ضعيف لا واسبه بو تسريحين بينك دوا أويش أوي قولك كاكي من كأفرمي برعكسة كظاهرا رأي صرافي صيموري وأبو علي فارسي أويش أوي مخصوص بمتحكة مبتدايا أو كتي خبره مبتدايا محذوف أنها أم برعكسة مبتدايا أو يبيشو بيس الرجل هو زيد أو كمبتدأ أبو خبرك عفو خبر مبتدأك حذف كلابه أما بالعكسه نخي مبتدأ وخبرك محذوفة وأبزام أما أمر إيه ضعيفة أرزي جناب الدكم بدليل أولي هناوة حال مبتدأ وخبرك محذوفة لو يبيشو الله نعم الرجل هو زيد لا يدر نعم الرجل زيد هو أعوى پس لم قولي دو مصيوم دا جملة كد يك جملة نيو دو جملة إلى واقع دا بلان بلا يسيبه وهو چند دا يك دان جملة دا عرضي تناب داكم بلا بلان أم قولي ضعفي كي تدا كدالين عرضي برادري خوكم مبتدا وخبرك حذف بوا بوي باسين اكلو ضعفي كي تدا كضعفك او هر كاتي خبر حذف بوا وكل باب ابتداء خوان من دبيش تيك ببه صدي مصدي خبرك بيت ليرا داك خبرك حذف دكي هيش تيك نبو تصدي مصدي خبرك جعل سلو أساس أم قولت لبيت ضعيف دبيت وصلى الله على سيدنا محمد.